لكن شو قصدك؟ بدك تصير زعيم الحرم وهيك؟ ما في صلح؟ يعني ما في صلح طول ما جوزها مستولي على الأرض. لك وانت ميزة بتلك عظمي لحتى تعوي ولا؟ ايه بلا وجعت راس من كلامك اللي ما له طعمه. لك بلع سنك عسلك ولا؟ قلعني من أرضي. هيك لكان لازم نتحرك يا عبي. ايه طبعا لازم نتحرك وما بقبل إلا ينحبس. معك حق. رأيت كريمتكم على سنة الله ورسوله. أنا ما بدي أتجوز يا أبي. يا أبي أنت مقتنعة بالكلام اللي عم تقولي لي إياه؟ إيه ما بدي أتجوز بنوب. بدك يعني يرجع أبو السعده؟ بدي إياك تقتله. رح تجي؟ إن شاء الله. الناس لا بترحمك ولا بترحمنا. وتذكري أنت بنت مين؟ سمعتوا عم يقول إنه في ذهب مطمور بالكركون. في ذهب في كركون؟